الثنتين. دكتور هلا انت عشان على الكمبيوتر بس فعليا انت كيف تسوي؟ احنا بنسويها نظري. كيف نظري؟ بنروح المقامات. كيف يعني؟ هون مقامك كم؟ سبعة. وهون مقامك كم؟ ثلاث. اذا بقسم الثنتين ل 21 يعني هاي لما قسمها 21 قسم وهذا بقسمها ل 21 قسم. شوفوا بيطلع الاقسام الصغيره هون نفس الاقسام الصغيره هناك. شوف كيف صار في تطابق في التقسيمات. هاي الازرق ملون اكثر من الاحمر، اذا الثلث اكبر من السبع. وصلت؟ ها؟ طيب نعيدها نعيدها. نيو فراكشنز خليكي معي خليكي معي. انا بدي اقارن. دقيقه دقيقه شوي. لا لا انسيلي انسيلي هاي، طلع لي عن هذول حسيات. انت من الشكل اللي انت شايفتيه قدامك، مين اكبر، المنطقه الحمراء ولا المنطقه الزرقاء؟ انسيلي التقسيمات كلها يا والله شوية يعني بقي، بس انا شايفه كثير قريبة من بعض صراحة. يعني الحمراء مع الزرقاء يعني الا اذا كانوا مرتبتين فوق بعض بجوز اعرف، يعني انا كثير شايف المتقاربات. طب المنطقة اللي على اليمين مقسمة لكم جزء؟ سبع اجزاء. سبع اجزاء مضمة بنفسها عشان هيك قسمها سبعين. هاي اول نقطة. المنطقة هاي مقسمة لكم قسم؟ اربع اقسام. طيب انا بدي اقسم هاي المنطقه اللي هون والمنطقه اللي هون الثنتين من قسمين لعدد من الاجزاء المتطابق تماما. يعني اذا قسمتهم 10 بدك تقسم هون 10، اذا قسمت هون 6 بدك تقسم هون 6، اذا قسمت 20 بدك تقسم 20. الان ما هي افضل طريقه لهذا القسم؟ ممكن في البدايه انا لاني يعني افرض اني انا ما بعرف رياضيات كويس، شو بصير اسوي؟ بصير اجرب. بدي اوصل لايش؟ لحظه شوي، بدي اوصل لايش؟ بدي اوصل انه مساحه المستطيل الواحد من هون من الطرف اليمين بتساوي تماما مساحه المستطيل الواحد من الطرف الشمال. يعني بدي الثنتين يصيرن قد بعض. طيب خلينا نعملها تجريب. افرض بدي اعمل هاي 10. اذا بدي اعمل هاي قديش؟ 10. اعمليها 10. بس ملخبطه هيك. يعني هل هون طلع كيف الصفر؟ الصفر ما اجين على قد يعني على قد الاحمر هذا بالضبط او على قد الازرق بالضبط. نزيد القسمين معناته. نرد نقسم بزياده. يلا خلينا نقسمه قديش؟ ل 14. طب نقسمها ل 14. لا برضو لا. مش ضابطه. طب ايش اقسم؟ طب ايش معنى انت قاعد بتاخذ مثلا قيم؟ انا قاعد بسوي عشوائي ترى. حسيات احنا من معرفتنا من الرياضيات انه انت لا تقسم عشوائي. قسم بطريقه لعدد يقبل القسمه على سبعه وعلى اربعه معا. عرفت كيف؟ هذا اللي احنا بنسميه المضاعف المشترك الاصغر. عشان اضمن انه التقسيمات اللي للكسر اللي على اليمين تساوي تماما التقسيمات اللي على الشمال. هذا مفهوم مش سهل ترى. يلا قسمي هات نشوف اللي هي راح تكون قديش؟ 28 صح ولا لا؟ انه 4 في 7 28. يلا اذا بدك تقسم 28، شوف انا هسه يا صرت شاطر هسه. هذه المرحله حتى توصلها للطلاب لابد انهم يمارسوها بالاول. شوف هسه هسه انا ضامن. شوفي هون كل مستطيل من الجهة اليمين تساوي تماما المستطيل، لأن بقدر أقارن بسهولة. طلع المنطقة الحمراء مغطي كم مستطيل؟ واحد اثنين ثلاث، لا خلينا نعدهم كويس. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة. هنا واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا مين أكبر؟ أيوة اللي هون أكبر. الأزرق أكبر من الأحمر. جيب واحدة ثانية. نيو فراكشن. أنا ما بتوقع منك من أول مرة تفهميها. بدها إيش؟ بدها ممارسة. بعدين بنصير نسويها عدديا. اللي بيكون عارف المضاعف المشترك الأصغر بصير سهل عليه إنه يعملها. هاي أتوقع مكشوفة. هاي
نفس الشيء. خلينا ناخذ واحده ثانيه مش نفس الشيء. يلا 2 و11. فهمت الفكره؟ انه هاي بتقسمها لعدد اجزاء يساوي عدد الاجزاء المقسمه في الكسر الثاني. كمان 22. ها صرنا فنانين هسه. احنا صرنا واعيين. صرنا 22 بنقسم، وهون كمان قسميه 22. مو لازم هيك يدرسوا، هي عشان يفهموها الطلاب لازم هيك يدرسوا. انا متاكده اني ما فهموا اياها. بس هسه يعني صعبه هاي تتفهم؟ لا انا ما بقدر اطلب من الطالب يقسم، يعني ما بقدر اجيب له نشاط جيب ورقه وقسم، لانه مستحيل صراحه يعملها. احنا علينا الكبار صعبه. شوف ادوات مثل التكنولوجيا هون كيف ساعدتني بسهوله، سوت لي اياها. كانوا يحكوها نظري، فاللي يفهم يفهم واللي ما يفهم ما يفهم، فكانت هي عباره عن فيديو. بعدين بقول له يا اخي احفظها حفظ، جيب المضاعف المشترك الاصغر وخلاص. طب ليش تجيب المضاعف المشترك الاصغر؟ يعني لا المضاعف هي المضاعف. عن جد يمكن ما بستخدموا هاي العباره. لا لا بلا، احنا هي المضاعف المشترك الاصغر، بنحكي احنا بنجيب المضاعف المشترك الاصغر. لا لا هي هيك parts of whole. شوفي هاي، هاي اذا متذكرين لما قلت لكم ضرب الـ ضرب الـ ضرب الـ الكسور، ضرب الكسور ايش يعني؟ مثلا ثلث في ثلث، يعني ثلث الثلث، يعني انا بجيب شكل مثلا مستطيل هيك وبقسمه لثلاث اجزاء متطابقه، بروح بضل الجزء منه اللي هو الاحمر، بعدين بمسك الجزء الأحمر بقسمه لثلاث أجزاء متطابقة وبأخذ منه جزء. هذا الجزء اللي هو هذا البنفسجي، هذا كم من الشكل الأصلي؟ 1 من 9. إذا ثلث في ثلث 9. شو حركيها هسه، غيري هاي، هاي صارت ايش؟ لا هاي زيرو. لا احنا ليش مركزين على الثلاث؟ يعني دكتور بس نخلص الفاينل حيروحوا هذول من هنا من الموقع. اي ثينك بخليهم، انا راح اخليهم، بس انتوا بتطلعوا من المساق، انا ما راح اشيلهم. انتوا راح تغير، بحطكم على اليوتيوب. خلاص قلت لكم بحطكم على اليوتيوب. ايش رايك اشرحه على الكسور شرح لحاله مستقل، شرح كامل كاني بدي ادرس على 3 4 حصص، ونحط لك اياه على هذا وشوفيه على مهلك. شوفيه على مهلك. شوفي هون مثلا بدي اعمل ثلث في سدسين، بروح مقسم لمنطقه لثلاث اجزاء متساويه، بعدين بعمل يعني ثلث السدسين. سدسين يعني جبت المستطيل قسمته لست اجزاء متطابقه، ظلت الاحمر هذا بيمثل سدسين، بعدين مسكت السدسين قسمتهم لثلاث أجزاء متساوية، أخذت ثلثهم اللي هو المنطقة البنفسجية. المنطقة البنفسجية تمثل 2 من، عديهم، 2 من 18 أو 1 من 9 إذا بدك تعمليها. نفسها يعني مثل هاي الأشياء. نعم. القصد من الكلام يعني احنا اللي بدنا نوصله، شايفه القصد من الكلام اللي بدنا نوصله، هذا حكيناها قبل شوي، خلاص بكفي لهون. يعني هذولا يمكن تقريبا بعطوك اشياء كثيره. طبعا الوسائل المستخدمه لشرح مثل هذه الاشياء ليست محدوده، يعني في عندنا وسائل كثيره جدا ممكن نستخدمها لشرح مثل هذه الدروس.